اهلا وسهلا خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اليوم جيت نشارك معكم واحد الفيديو غيكون رائع ان شاء الله. اليوم جينا لنواحي افران، بالضبط راس الماء. جينا نتنزهو في الغابه، حطينا الطوموبيله الفوق وغادي نضربوا واحد المسافه باش نهبطوا لواحد الواد وفيه العيون، فيه العيون باردين بزاف. هو بعيد شويه، حنا غنمشيو على رجلينا. واليوم غنشارك معكم هذا الفيديو ان شاء الله، كنتمنى يعجبكم هذا الفلوغ هذا اللي غادي يكون طبيعي 100%. بغيت نصور معكم الطبيعه الخلابه ديال مدينه افران، نواحي افران، بالضبط راس الماء. في الصراحه دابا الحراره فاس وجينا هنا باش نتنزهو، ولكن والله حتى واحد الجو رائع. ما نعاودش لكم البروده وصوت العصافير، والدنيا باقا خضراء ما شاء الله. وكما قلت لكم اخوتي، راه غادي نضربوا واحد المسافه طويله، احنا مستعدين ليها، ضاربين السبرديلات وداكشي انا ووليداتي. غنمشي واحد المسافه طويله، تقريبا واحد نص ساعه هكا ديال المشي، عاد غنوصلوا لديك البلايصه اللي قلت لكم فيها الواد وفيها العيون. كلب موراي جاي واحد الكلب موراي، قال لي يا ولدي شوفي كلب موراك، اه ظريفه ولدي، باين باغي ياكل مسكين. المهم خوتي خليكم معايا في هذا الفيديو، غادي يعجبكم ان شاء الله. دابا راني غادي نعاود نقلب الكاميرا ونشارك معكم الطبيعه الخلابه، وخليكم معايا. ها انتم اخوتي، احنا وصلنا للبلاصه اللي فيها الماء. الله اعلم ما شحال باد، شحال نقي بعد على البروده، باقي كاع من الشتاء ما شاء الله. طبيعه خلابه. هاد الباص اللي غتكون تخرج غير باش عيون من هنايا. شتي كسكر لاصق باينه، كسكر مابقاش كيهبط. هنا فين كنا كنجيو ياك؟ اذا نحدو هنا كسكر مابقاش كيهبط. داك الشلال مابقاش كيهبط، هادي انا ديك الجهه ما فيهاش الماء، ولكن هاد البلاصه فيها الماء. فين وريان؟ انا. اي شوف اخوتي على هاد البلاصه، هنا جينا على ود هاد البلاصه هادي، ولكن نرد بالي راه نقدر نطيح هنايا كتزلق. طيح الكاميرا مام. عيني عيني تخافيش، هاكينه بعد هاديك العين اللي كنشربو منها، راه خرج منها الماء. الله ريضا، عمر لنا شي قرعة الماء نشربو. هانتوما خوتي، هنا فين كنعومو، شوفوا الماء شحال نقي. ولكن عامرة بحال قليل الماء ياك، كاش كيبان شحال هادي. باردة، كتكون باردة. شو هاد البلاصة كان ديما كيهبط الماء من هنا، سبحان الله، ناشفة كتكون ديما هابط منا الماء بحال الشلال. حسن تقنع نشربو، طبيعة. ولكن ديما التلوث، ديما الناس كيخليو الزبل ويخليو. هانتوما خوتي شوفو الغابة، غير الغابة، وهبط تبرد مع راسك هنايا. يا سلام رضا، غادي تعوم؟ ها؟ وهانتوما خوتي، هاهي البليصة هادي كنجيو دائما في الصيف، كنتنزهو هنايا دائما، كتكون عامرة بالحديد، عامرة بالعائلة تيجيو تنزهو. تبارك الله الدنيا كتكون تطيح بالناس، كنقيلو هنا والدنيا كتكون دائما في الصيف. واخا كتكون في فاس الحرارة مفرطة، هنا كيكون الحال بارد، يعني كندوزو نهار ما كنسخاوش بيه. المهم دابا حنا جينا هنايا هاد النهار، ولكن حنا ما غاديش نجلسو في هاد البلاصة، حنا غادي نمشيو مازال غندخلو وسط الواد باش غادي نمشيو لواحد راس الماء، واحد المنطقة كيعطولها راس الماء. المهم هي واد وسط الجبل. وهانتوما معايا خوتي،